حلو وتهنيجن ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. شكرا 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 شكرا. مساء الخير يا اطفال. وش راكم الشابين بهذه الرسومات وكامل؟ اذا مرحبا بكم انتم كذلك اعزائي اللي راكم تشوفوا فينا. اذا حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كما هاد الاطفال هادو، ما عليكم الا توجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما توجهوا الموقع الانترنت وتسجلوا الحضور نتاعكم عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستضيفكم كامل 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 ويحبكم. إذن شوية على الصبر وراح نتصلوا بكم باش جو تفرحوا معنا. كالمعتاد في كل مرة نتكلموا على يوم عالمي، هذه المرة عدنا اليوم العالمي للسلام لصادف أول جانفي، هو لا جورني انترناسيونال دو لا بي. السلام مهم في تقدم الأمم يا أطفال، لأن البلد اللي ما يكونش فيه الأمن والسلام ما يقدرش يتطور. إذا احنا ماذا بينا نطلبوا السلام والأمن لكل دول العالم وكل العالم يكون آمن ويكون يعيش في سلام يا أخي. وكاين يوم مهم مهم جدا، يوم يصادف يوم 4 جانفي، هو اليوم العالمي للبراي. هذا البراي هذا هو الحروف الأبجدية اللي دارها لويس براي للمكفوفين اللي يقدروا يكتبوا بها ويقرأوا بها يا أخي. احنا من بعد عندي مفاجأة لكم في هذا المجال، هذا راح نقول لكم لغز، تحبوا الألغاز؟ إذا اللغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي لا يمكننا أبدا تنظيفه أو غسله؟ نعود اللغز: ما هو الشيء الذي لا يمكننا أبدا تنظيفه ولا غسله؟ أنتم كذلك الأطفال اللي راكم تشاهدوا فينا بإمكانكم المشاركة في الجواب عن اللغز بطريقة تالية. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب عن اللغز املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب عن اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. على بالي بلي انتم شاطرين، اذا فكروا حتى نهايه الحصه انتم وزملائنا الاطفال اللي راهم يشاهدوا فينا حتى نهايه الحصه. كنت وعدتكم مقبله باش نتكلموا على لويس براي. اذا اليوم راح نستضيفوا محمد. محمد هذا من عمركم، يعني عنده نفس العمر كيما انتم، جانا من مدينه البويره باش يدير لنا بحث على لويس براي اللي دار هذه الحروف الابجديه تاع المكفوفين، وهو مكفوف كذلك. اذا نرحبوا كامل محمد. تفضل تفضل محمد، تعال. تفضل. واش راك محمد لاباس؟ الحمد لله. توحشناك. توحشك الخير. الله يخليك. جبتنا بحث على لويس براي. نعم. يلا تفضل محمد، انا نسمع فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن كتابة البرايل هي كتابة ليلية، هي كتابة ليلية أبجدية اخترعها الفرنسي لويس برايل، اخترعها الفرنسي لويس برايل، وتعتمد أساسا على النقاط البارزة، وهذا ما يساعد على وهذا ما يساعد المكفوفة على القراءة بإرياحية، ويعتمد في ذلك على حاسة اللمس. نبذة تاريخية عن مخترع هذه الكتابة. ولد لويس برايل
ولد لويس برايل في الرابع من يناير 1809 ميلادي، وقد فقد بصره في الثالثة من عمره، وانضم إلى معهد باريس في سن العاشرة من عمره. في سن العاشرة من عمره وقبل التحاقه بالمدرسة، علمه أبوه كيفية استخدام يديه بمهارة، ويتميز برايل بحدة الذكاء، فأصبح تلميذا وموسيقيا بارزا. وبعد تخرجه أصبح معلما في المعهد، وقد استطاع لويس برايل الاختصار 12 نقطة إلى 6 نقاط ليسهل على المكفوف القراءة. برافو 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 تفضل تفضل برافو برافو. تصفيق على محمد. إذا محمد يعطيك الصحة على الزيارة هذه، تكلمنا شوية على الدراسة تاعك محمد. الدراسة يعني كيفاش تقراو؟ مدرسة متخصصة؟ مدرسة متخصصة نعم. أوكي، وتقراو بالبراي؟ نقراو البراي كيما هكا. أوكي، وش هما المواد اللي تقراوهم وكم؟ نقراو اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة العربية، اللغة برنامج عادي يعني؟ برنامج عادي كيما كل الأطفال. كل الأطفال. برك احنا مدرسة خاصة يعني؟ لا ماشي مدرسة خاصة. يعني الكتابة تاعنا مختلفة على تاعهم. مختلفة، تكتبوا بالبراي وتقراو بالبراي. نعم. شحال جبت المواد السنة؟ السنة أنا الفصل الأول جبت 10، الثاني 11، الثالث 12. الله راك رايح بالتدرج. ايوه مالا نسناو 15 16 17 ان شاء الله يا اخي. ان شاء الله محمد يعطيك الصحة. إذا تحياتنا لكاع الناس المكفوفين اللي عندهم إرادة بالرغم من أنهم مكفوفين، ولكن تسيبهم يقراوا ويديروا الواجبات تاعهم ويقراوا يا أطفال. إذا أنتم نستناو منكم أنكم تكونوا هكذا تقراوا وديروا الواجبات تاعكم يا أخي يا أطفال. شكرا محمد. تفضل. إذا شفتوا حتى الإنسان هو مكفوف عنده إرادة. إذا عبركم ما هو الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل؟ تعرفوا شو هو الفرق؟ الفرق هو الإرادة. إنه الإنسان الناجح عنده إرادة قوية يحب يوصل، والإنسان اللي دائما يكون مجد يدير الواجبات نتاعو، ياخذ الراي، يسمع لوالديه ويقرا مليح، ما يقدر الا انه ينجح. والانسان اللي تسيبو فاشل، تسيبو ما يديرش الواجبات، ما يقراش مليح، ما يسمعش، ما ياخذش الراي، ما يسمعش كلام والديه. يا اخي انتم تحبوا تكونوا فاشلين ولا ناجحين؟ ناجحين. برافو. واش رايكم دركا نروحوا الالعاب الخفه؟ اذا رحبوا كامل معايا بعمو امين اللي جانا من مدينه سطيف. مرحبا بك، تفضل.
برافو 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 برافو. شفتوا كاش كان يشطح يا اطفال؟ شفتوا؟ صفقوا له يشطحنا شويه. كوكو يلا شويه موسيقى. ايوا يلا يلا يلا. برافو 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 برافو. عجبتكم الرقصه تاعو يا اطفال؟ اذا تصفيق عليه تصفيق 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 على كوكو. كوكو سلام، قولهم سلام، قولهم صحه، قولهم صحه. زيد اشطح هاي يلا هاي 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 يلا 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 كوكو هيا فوالا فوالا. ايوه اوكي خلاص زيدوا خلاص هاي باي باي. اوكي عجبكم كوكو؟ اذا يحب الاطفال، هو ثاني يحب ثاني يشطح معاكم، يحب يكون معاكم مكامل. يا اطفال عمو يزيد دلكم اغنيه جميله وراح نتفاهموا علاش اخترنا هذه الاغنيه، لان حكايه اليوم تتماشى مع هذه الاغنيه. هذه الاغنيه تتغنى بالكذب، اني اوصيك يا طفلي إياك والكذب. يا أخي يلا تغنوا كامل معايا. إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب، إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب، فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب، فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب. حسن الخلق وقل الحق مهما يصير، كن دوما حسن الخلق وقل الحق مهما يصير، فإن صمت لسانك بالصدق تلقى الحب مع التقدير، فإن صمت لسانك بالصدق تلقى الحب مع التقدير. مزح مع الرفقاء فالكذبة تبقى بهتان، سواء مزح مع الرفقاء فالكذبة تبقى بهتان، حتى وإن كانت بيضاء فليس للكذب ألوان، حتى وإن كانت بيضاء فليس للكذب ألوان. علمنا الدين يا إخوان في الكتاب والسنة، علمنا الدين يا إخوان في الكتاب والسنة، للكذب نار وخسران والصدق طريق الجنة، للكذب نار وخسران والصدق طريق الجنة. لا لا لا.
أوصيك يا طفلي إياك والكذب، إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب، فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب، فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب. برافو. فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب، حتى وإن كانت بيضاء. بالمرات واحد يقول له لا كذبت عليا، يقول له لا هذه كذبة بيضاء كما يقولوا. حتى وإن كانت بيضاء فليس للكذب ألوان، الكذب كذب يا أخي. يجب أن نكون صادقين، وراح نشوفوا علاش اخترنا هذه الأغنية. إذن يا أطفال، بما أننا عمو يزيد غنى لكم هذه الأغنية تاع الكذب والصدق، لازم نكونوا صادقين. راح نحكي لكم حكاية، حكاية الدجاجة والقاضي العادل. يلا معي. إذن يا أطفال، كما وعدتكم بقبيلة راح نحكي لكم حكاية الدجاجة والقاضي العادل. واحد النهار واحد الدجاجة كانت عندها بيضة، البيضة هذيك كان فيها كتكوت، وكانت هذيك البيضة تسناها باش الكتكوت هذاك يخرج. لما خرجت من الدار واحد النهار، خرجت من الدار هكذا، جا واحد الغراب سرق لها البيضة هذيك، سرقها وراح. بعد جات ما صابتش البيضة هذيك، تخلعت هكذا وخرجت تجري برا، وراهي البيضة ديالي، وراهي البيضة. رحت عند الغراب قالت له البيضة ديالي، قال لها لا البيضة ديالي. قالت له البارح ما كانتش عندك بيضة انت يا، قال لها لا البيضة ديالي. قالت له البيضة ديالي، قال لها لا البيضة ديالي ماشي ديالك. قالت له خلاص يلا روحوا عند القاضي. راحوا عند القاضي، لحقوا لعندو يضربوا هكذا، البيضه ديالي، البيضه مشي ديالي، البيضه ديالي مشي ديالي. قالوا واش بكم؟ قالوا يا سيد القاضي راهي تقول بلي البيضه ديالها. نطقت الدجاجه، قالت له سيد القاضي البيضه ديالي البيضه، وهذيك البيضه كان حط هذا القاضي فوق الطاوله ديالو هكذا ويتكلم معهم. هذاك الغراب يقولوا لا البيضه ديالي، ودوك تشوف ونجيب لك شهود ونجيب لك كذا ومنا، ويكثر في الهضره. والبيضه ديالي مشيت، والدجاجه قعدت تبكي، لا يا سيد القاضي البيضه ديالي. وكامل هما على هذاك الحال، ويزيد هذاك الغراب يقولوا لا راهي تكذب البيضه ديالي. ومن بعد واش وقع؟ البيضه هذيك فقست وخرج منها كتكوت صغير تاع الدجاجه. القاضي لما شافوا هكذا قال له يا واحد الكذاب، قال له هذا كتكوت، هذه البيضه تاع الدجاجه هذه. عمو يزيد، هل تعلم أن الله حرم الكذب ولو كان مزاحا؟ ونستخلص من الحكاية أن الكذاب دائما يكتشف أمره مهما طال الزمن. بالضبط. كما قال لكم عمو يزيد مقبلة، الصدق من حسن الأدب. ما لازمش الإنسان يكذب، لماذا؟ لأنك بالمرة تكذب، ولكن من بعد ربي يكشفك، تتكشف. ومن بعد كي تتكشف يعود أمرك عسير. ولما تقول الصدق، حتى ولو الصدق بالمرات ما يعجبش بعض الناس، ولكن في الأخير راح يحترموك لأنك إنسان صادق. ما لازمش تكذب يا أخي أطفال، ما لازمش نكذبو. يا الله، ندو معنا الأبناء. يا أطفال، شكون اللي عنده نكتة جميلة جي يحكيها لنا؟ نكتة جميلة. تعالي انت يا روحي الشابة، تعالي أروحي بنتي، تعالي اقعدي هنا. أروحي الشابة، واسمك بنتي؟ مايا. وين تسكني مايا؟ مدية. في مدية، خيار الناس، الفانسيس رقم 26 الولاية. خيار الناس. إذا نرحبوا بكاع سكان مدينة مدية، وتروحي تسلمينا عليهم كامل. لا هيا احكي لنا النكتة تاعك. واحدة القصة. واحد النهار نسيتيها؟ هيا روحي كي تفكريها رجعي بنتي، روحي شو اللي عنده. تعالي بنتي أروحي، تعالي قعدي بنتي. واسمك؟ تسنيم. وين تسكني بنتي؟ في سحاولة. في سحاولة، احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد النهار كانت طفلة، قالت لها يمها بلي روحي عند مانك مدي لها الكاتو. راحت تلاقت مع الديب،
قالها طمي لها الورد هو راح يجري لدار مانها. وبديه كي راحت صابت ماشي جدتها في بلاست في البوك، صابت هذاك الديب. وبداتك هربت هذيك، بدات تعيط، صابت جا واحد ضربه هذاك الديب. وبداتك نسيتها شويه، نسيتها شويه، معليش بنتي. يلا كي تفكريها روحي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ فدوى. وين تسكني فدوى؟ في مفتاح. في مفتاح، احكي لنا فدوى. كان يا مكان امرأة جو عندها الضياف، قالت وليدها روح شري لي زيتون، راح شرى زيتون، وعدت مشى انشط قبل وتصاشي، يمشي ويطيح له، يمشي ويطيح له، تمشي ويطيح له، بعد قالت له ماما وين راح الزيتون؟ قالها ماما هاو، قالت له وين راح هاو؟ قالت له ما كاش، قالها بعد دارت هكا لقات الصاجين تقوم، قالت له طاح لك، وعد هذيك راحت عاقباته. داكور، شكون اللي عنده نكتة؟ شكون شكون شكون؟ تعالي بنتي اروحي اروحي. واسمك بنتي؟ ليندا. ليندا، وين تسكني ليندا؟ في الجزائر. في الجزائر، احكي لنا النكتة تاعك. قال لك هذا راجل يبيع السردين، قال لك القطة معاه وكلب، قال لك القطة تقول 100 دور و100 دور، والكلب يقول هاو شريو هاو شريو. برافو برافو برافو. أروحي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ بشرى. وين تسكني بشرى؟ وين تسكني؟ زيوزو. في تيزي وزو. إذا تحياتنا لكاع ناس تيزي وزو وكاع ناس القبائل. يا أخي كلهم أزول في اللون. أزول في اللون. فوالا، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. احكي لنا البلاك ديالك. نسيتيها؟ نسيتيها؟ معليش معليش بنتي، يلا روحي لمكانك. شكون اللي عنده نكتة يجي يحكيها لنا؟ شكون شكون شكون؟ تعال وليدي اروح. ها تعال تعال. واسمك؟ منير. وين تسكن منير؟ في جلف. في جلف، خيار الناس. شحال رقم الولاية تاعكم؟ 02. 02، الله يبارك. إذن تحياتنا لكاع سكان مدينة جلف. قال لك هذا واحد كان يسقي في الحشيش، جا لي واحد قال له واش خو راك تسقي في الحشيش؟ قال له لا لا، قال له قال له شت ملي صلي في صلاة الاستسقاء، قلت له نتهلا فيهم شوية. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، أنا نطلق صديقنا الأرنب. ما هو واش قلنا قبيله؟ الشيء الذي لا يمكنك ابدا تنظيفه او غسله. واش هو؟ واسمك بنتي؟ فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء، وين تسكني؟ بليده. في بليده، مدينه الورود. ما جبتي لناش ورده معك اليوم؟ لا لا، هاي معليش المره الجايه. واش هو الجواب؟ الحجره. حجره، لا لا. ما هو الشيء الذي لا يمكنك ابدا غسله؟ واسمك؟ ورقه. واش هي؟ ورقه. الورقه، لا لا ماشي الورقه. نشوفوا الشباب هذا وين تسكن؟ شلف. في شلف، خير الناس خير الناس. واش هو الجواب؟ الماء. الماء، برافو 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 برافو. اذا هو الماء، اذا هو الماء. تعال تعال اروح وليدي، تعال تعال. احنا الشاطرين دائما نعطوهم هديه يا اخي. احنا الهدية تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، ونعطوك تاني سيدي، سيدي من حق الطفولة في 22 أغنية إن شاء الله يفيدوك. تفضل تفضل، احنا نحبو الشاطرين. فوالا وليدي، برافو برافو. العفو العفو. اليوم عندنا عيد ميلاد تسنيم. أروحي بنتي التحقي بيا، وانتوما وانتوما رايحين تلتحقوا بنا نغنوا لتسنيم عيد ميلادك أحلى عيد. نديروا لها التاج العروسة هذه، يا الله الأميرة هذه. وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع تصنيم، تعالوا نغنوا لها كامل مع بعض. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد.
صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح أحلى الأوقات نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو برافو إذا سبعة ستة خمسة أربعة طفي الشمعة برافو 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 العقبة المئة عام بنتي أعطيني الهدية تاعها أعطيني الهدية تاعها إذا بما أنك من الأطفال اللي شاركوا بجمع خمس قاسمات من علب حليب رامي وبعتوها لنا تم اختيارك باش تكون عندك هدية عيد ميلادك مهداة من طرف رامي هي تابلت كيدز إن شاء الله تفيدك بنتي تفضلي هاي لك الهدية تاعك في كيس جميل 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 وعمو يزيد يهدي لك كذلك شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في ظرف هكذا لكم كامل يا أطفال غير تخرجوا تسيبوا كامل الشهادة تاعكم في انتظاركم تدوهم معكم كذكرى يا أخي تفضلي بنتي أنا ما بقالي إلا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل نهار 3 على 5 العشية على قناتكم الشروق تي في نحبكم يا أطفال لا تحزن وحن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد